السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني لسهم شركة أرامكو ليوم الأحد الموافق 26 من إبريل من العام 2020. مثل ما تلاحظون إخواني الأعزاء، كان سهم شركة أرامكو يسير ضمن قناة رئيسية هابطة وفي اتجاه رئيسي هابط، ولكن في يوم الثاني من إبريل من العام 2020 تمكن السعر من اختراق منطقة مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، وبدأ بتكوين نيل صاعد جديد، وسرعان ما وصل السعر بالقرب من منطقة 32، والذي يلتحم معها مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، والذي ساعد على رد السعر إلى الأسفل وكون مقاومة قوية متحركة، سرعان ما ردت السعر إلى أسفل تزامنا مع انخفاض أسعار النفط ومع انهيار العقود الآجلة للنفط، ووصل السعر إلى منطقة الدعم المحورية التي ذكرتها في التحليلات السابقة والماثلة ما بين 29 و30. ومثل ما تلاحظون المنطقة المظللة في التحليل، هذه منطقة الدعم القوية جدا الذي سرعان ما وصل السعر إليها عاود الصعود مرة أخرى، وحاليا ارتفع السعر محاولا تكوين ميل صاعد مجددا، ويقف السعر حاليا بالقرب من منطقة 31، والذي يلتحم معها مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مجددا، مكونا منطقة مقاومة عنيدة متحركة، والذي في حال أن السعر تمكن من اختراقها والثبات أعلى مستوى 31، فهذه إشارة إيجابية لثبات السعر للميل الصعودي الجديد، وثبات السعر أعلى هذه المنطقة قد ترفع السعر إلى مستويات 32 مجددا وال34 ومستوى 36 على المدى الطويل. فإذا لدينا هناك عزم ودافع إيجابي يستمده السعر من خلال مؤشر التذبذب الستوكستيك، الذي وصل إلى مناطق تشبع في البيع وبدأ بالتقاطع والخروج من مناطق التشبع البيعية الواقعة ما بين 0 و20، وحاليا يحاول دفع السعر بعزم إيجابي من أجل اختراق منطقة المقاومة القوية والعنيدة الماثلة عند سعر 31، وبدافع إيجابي قد يتمكن السعر فيها من الوصول إلى الأهداف الصعودية الذي ذكرناها سلفا. إذن مفتاح التداول ليومنا هذا وللأيام السابقة والأسبوع القادم عفوا هو 31. هذه المنطقة هي مفتاح التداول في حال أن السعر استطاع من اختراقها والثبات عليها، فمعناها أن السعر هناك له أهداف إيجابية وعزم إيجابي وميل صاعد جديد. وأما في حال أن السعر عاود الهبوط مجددا ووصل إلى منطقة الدعم المحورية واستطاع كسر المستوى 29 والثبات أسفله، فمعناه أن السعر سوف يعود للسلبية مجددا ويعود إلى القناة الرئيسية الهابطة مجددا، ويدخل في موجة هبوطية عنيفة قد تصل أهدافها إلى 27 و26 مجددا. ولكن هذا السيناريو يعتبر مستبعد طوال ما أن الأسعار مستقرة أعلى منطقة الدعم المحورية الماثلة ما بين 29 و30. شاكر لكم حسن المتابعة، وتقبلوا مني أطيب التحيات.